في موضوع المهدي البرغيثي، والله يا إخواني لما شفت أمه والله لين بكيت. يعني عجوز، واني نعرف انها للمغاربه، وفي الاخير ام. ليش ام تقعد تناشد في الليبيين، وفي قريب تناشد الاحياء والاموات؟ شني يعني علشان ولدها؟ ما هي الجريمه؟ هل هناك جريمه دارها المهدي البرغيثي يعاقب عليها ويقتل عليها، ولده مات واللي معاه ماتوا وسلموا جثث؟ شن هي يعني؟ المهدي البرغيثي روح بتنسيق من مشايخ القبيله متاعه، هذه حقيقه وانشرنا الاوراق في هذا البرنامج. المهدي البرغيثي يعني روح 7 10 15 20 30 نفر. يعني هل الناس اللي اعتدت على المهدي البرغيثي حفتر وعيال حفتر مهزوزين للدرجة هذه إنه يخافوا من 20 30 واحد؟ هل لو فوتوا أسبوع 10 أيام من رجوع المهدي وبعدين تلاقوا ولا كيف داروا كذا وداروا صلح، هل هذا لن يحدث؟ ما هي قعدات الجرائم كلها، لكن لأن من يسيطر على برقة متعطش للدم، ولأن متعطش للقتل، ولأنه ما يحسب في حد معاه، وبالتالي حدث ما حدث للمهدي البرغيثي ورفاقه. وأنا خليني نقول لكم الكلام، والله العظيم أكبر عار لكل من شارك في هذه الجريمة البشعة، زي ما كنا نتكلم على منصور الكيخية، وأكبر عار وطالبنا بفضحهم بالأسماء ونطالب الآن. ليش يا أخي؟ ما هي المبررات علشان يدمروا حياش ويموتوا ناس؟ يعني تظنوا ان يا راجل معمر القدافي امامكم، انت معمر القدافي اللي كنتوا انتم، انت يا ولد حفتر اللي تقول احنا ابونا قال مخلي لكم اللي افضل مني، انتم في تسجيل لولد حفتر مقاعد قدام معمر القدافي في القاهره تقول احنا باتنا مقايل اني خليت لكم اللي افضل مني، وتو انتم تكرروا في نفس الواحد. يلعن أبو أم السلطة، ويلعن المال، ويلعن كل شيء اللي يخليك ترتكب هكذا جرائم، واللي يخلي السيرة المعفنة هذه تتاوي. يا راجل تنتمي لنظام الروح النام، ولا ما فيش يوم قيامة، ما فيش موت، ما فيش كذا، ولا المهم ما دامني عايش بتعيش زبالة؟ وتو معمر القدافي نطلعوا له في جرائم، وقبل كل شوي يوم 11 ديسمبر ذكرى اختطاف رشيد الكيخية، لعنة الله على من خطف رشيد الكيخية ومن خطط لخطف منصور الكيخية، لعنة الله على من خطف منصور الكيخية ومن خطط لخطف منصور الكيخية ومن شارك في خطف منصور الكيخية ومن برر خطف منصور الكيخية، لعنة الله عليهم جميعا، في جهنم وبئس المصير، الله لا تربحهم ولا تسامحهم. وهكذا سيقال على من خطف المهدي البرغيثي ومن قتل ابن المهدي البرغيثي ومرافقين المهدي البرغيثي وغير المهدي البرغيثي، كل جريمة قتل وكل جريمة خطف غير مبررة وبدون إذن من النيابة وبدون إذن من العدالة، كلهم يدخلوا في هذه اللعنات. شنو الأمة اللي ما تبيش تعتبر بكم؟ أعطوني يا شباب الفيديو الثاني الله يرضى عليكم. المجلس الرئاسي ونايبيه، الناشد المجلس الرئاسي ونايبيه، والناشد جميع السلطات الليبية غرب البلاد وشرق البلاد، والناشد أهل الضمائر الحية، يغيثوني ويغيثوني بطلال صلاح ابن المهدي البرغيثي وزير الدفاع الصادق، والناشد الشيوخ القبائل، والناشد الحقوقات الإنسانية داخل البلاد وغرب البلاد، غيثوني غيثوني يغيثكم الله يا أهل الضمائر الحية، الطلاق سراح ابني غيثوني به وإن سيره هو ورفقاه، نبي نسير ابني ورفقاه، غيثوني يغيثكم الله يا أهل الضمائر الحية، غيثوني وناشد الحقوقات الإنسانية داخل البلاد وخارج البلاد، وناشد السلطات الليبية شرق البلاد وغرب البلاد، غيثكم الله، غيثوني غيثوني بنصير ابني المهدي البرغيثي.
والله أكبر عار أقسم بالله العظيم علينا الليبيين كلنا الفيديو هذا وغيره من الفيديوهات، وتعرفوا إنه مش أول أم هذه، لكن أقسم بالله هذا أكبر عار إنه توصل العزوز الليبية تناشد السلطات الليبية غربها وشرقها. أولاً أنا يجب أن أحييها إن ما قالتش المشير حفتر، لأن عارفة من اللي قاتل ولدها، نقصد ابن المهدي، لأن ولدها ولد 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 ولدها ولدها. ونشهد بالله إن لما قالت المجلس الرئاسي الحاجة عارفة والسلطات في الغرب والشرق عقيلة صالح وحكومة حماد هذه اللي مدايرينها اللي صار في 15 مليار هذه، واللي مدايرين روحهم تريس ومتحزمين ويخشوا على نسوانهم انهم تريس ويخشوا على صغارهم انهم تريس في الشرق، ومشايخ القبائل اللي ساهموا واللي وقعوا واللي اعطوه واللي جابوا الذبايح للمهدي البرغتي واستقبلوه واليوم ذاكين روسهم. وخليني نقول لك، ولكل عقوري ولكل برغثي ولكل قبائل المنطقة الشرقية، أقسم بالله العظيم هذا الفيديو للعزوز المغربية هذه أدخلكم، وغيرها طبعا، غيرها سلسلة كبيرة علشان الجماعة ما يقولوا ليش، وغيرها أدخلكم في صفحة سوداء من صفحات التاريخ. تولمس فبراير قايمة وحرية وطالعين على معمر القدافي اليوم. هذا 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 شخصية، ما فيش واحد يقول لي مجرم، هذا وزير دفاع، هذا قائد كتيبة، هذه بنغازي كلها تعرفها، ضابط في الجيش، وين ما تبوا تحطوه تحطوه، مش تبوا جيش وتبوا شرطة، هذا الجيش وهذا الشرطة. تو فيكم مش راجل مازال يطلع يقول نبو جيش ونبو شرطة؟ فيكم مش راجل مازال يطلع إذا كان ضباط الجيش يسحلوا وأولادهم يقتلون وتشوفوا فيهم بدون أي دم؟ ما فيش ولا واحد ندل، مش زي الوزراء اللي طلعوا مع المدعي العام العسكري هذا متاع اللي منتحل صفة المدعي العام العسكري ويقول احنا وكذا كذابين، اللي مسح فيهم وما زال يمسح حفتر في جرائمه. وين ماشيين؟ شنو التاريخ اللي قاعدين ما شاء الله تسطروا فيه؟ شيء البراعصة قتلوا لهم مرأة، بغض النظر قلت لك أنا المهدي نختلف أنا وياه، ربي يفرج عليه، لكن الإنسان يقول الحق المبدأ لا يتجزأ، عدوك ولا مش عدوك، تختلف تتفق أنت وياه هذا موضوع تاني. البراعصة قتلوا لهم مرأة وبعدين شد ولدها وتوا خاطفين ولدها، ولدها للعباد، ولدها ماهوش برعصي، للعباد لا، عرفت؟ ولا بغض النظر نتفق نختلف احنا وياهم هذا موضوع تاني، بغاني مانيش عارف، لكن مرأة يعني المشكلة انها مدايرة لقاء مع خليفة حفتر يشكر في أنصار الشريعة، هي نفسها ليسمى عزوز برقة، ما وينسوا الليبيين ذاكرة السمكة.